طيب مكملين مع حضراتكم، هنتكلم بقى على اليورو النهارده ومباراه اليوم، وبعد كده هنرجع نكمل كلامنا على يعني هنرجع لورا شويه وامبارح وماتشات امبارح وتاهل الفرق من خلال طبعا ايضا اليورو، يعني تاهل الدنمارك، تاهل ايطاليا، تاهل التشيك، تاهل بلجيكا، كله على حساب فرق كبيره على فكره. يعني خلاص احنا بنتكلم دور 16 اللي صعد فرق كبيره، وبالتالي الماتشات مولعه زي ما انتم شايفين. خلينا نتكلم على مباراه فرنسا وسويسرا في البدايه، دي امامكم على الشاشه نتائج مباراه دور 16. فوز الدنمارك على ويلز 4-0، وفوز ايطاليا على النمسا 2-1، وفوز التشيك على هولندا 2-0، وبلجيكا بتفوز على البرتغال 1-0. النهارده كرواتيا بتخسر من اسبانيا 5-3، ولكن طبعا في مباراه كبيره جدا، تعادل 3-3 في الوقت الاصلي ثم اكسترا تايم بتكسب اسبانيا 5-3. ولكن زي ما احنا كنا بنتكلم التعادل 3-3 في هذا اللقاء، ايضا في مباراه فرنسا وسويسرا 3-3، ولكن طبعا انتهى بضربات الترجيح في هذا اللقاء لصالح سويسرا. خلينا نروح لخالد، اكلمك على مباراه فرنسا وسويسرا الاول. خلود يلا، المفاجاه الاكبر ايه الماتش اصلا عامل كده ازاي؟ احنا انا عايز اشير وانك تكون سويسرا خلاص هتكسب 2-0، ده رودريجيز بيضيع ضربه جزاء، وبترجع بعدها فرنسا بتفوق تكسب 3-1 3-3، يعني ماتش سيناريو عجيب استمتاع. جدا فعلا كانت النهارده الماتشين بتوع النهارده كانوا كوره. انا معجب بالبطوله لحد دلوقتي، انا شايف ان البطوله مستواها الفني عالي، فيها مدارس مختلفة وطرق لعب مختلفة. النهاردة شفنا كل مدارس اللعب في ماتشين اسبانيا وفرنسا. خلينا بس اتكلم على ماتش فرنسا. قبل ما اتكلم على ماتش فرنسا خلينا اشير ان النهاردة يوم ابيض بامتياز، زي ما قلنا الزمالك كسب كورة وباسكت، النهاردة سويسرا بالابيض بتكسب فرنسا، هي احمر في الحقيقة، وهي احمر في الحقيقة، بس انا بتكلم على اليوم النهاردة ابيض بامتياز، هي احمر في الحقيقة بس النهاردة لابسة ابيض، واسبانيا النهاردة احمر في احمر، واسبانيا النهاردة لابسة ابيض وكسبت برضو في المباراة، فالنهاردة يوم ابيض بامتياز. ماشي، الماتش الابيض النهاردة سويسرا قدر يحرج منتخب فرنسا بسبب ديدي ديشامب. ليه؟ انا مش هخوض في تفاصيل المباراه عشان ما احرقش وقت طويل، وعشان محمد برضو يتكلم عشان هو محضر حاجات، فعشان يتكلم براحته، فانا هجري بسرعه في اجمال المباراه. لا قدامك 3 دقايق في ماتش فرنسا، 3 دقايق مش اكتر، 3 دقايق محمد. حاضر، ماشي. ديشامب بدا المباراه بتغيير خطه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-3-4-3 اللي بيلعب بيها منتخب سويسرا. لما غير طريقه اللعب لطريقه لعب منتخب سويسرا ادالهم الأفضلية في المباراة. الشوط الأول كله منتخب سويسرا أفضل في كل شيء، الاستحواذ من لصالح فرنسا أوكي، بس أي حاجة تانية، الكور الخطيرة، الهجمات المرتدة، الاستحواذ الدفاعي، كل الحاجات بلا استثناء في صالح منتخب سويسرا. الشوط الثاني عدل طريقة اللعب، الخطأ اللي جه من اللي جه لمنتخب سويسرا هو خطأ فادح من لينجلي مدافع منتخب فرنسا اللي ما طلعش اصلا مع الكوره، فضاعت عليه فرصه حتى ان هو يغلس على المهاجم فيمنعه من الكوره، او ان هو يخليه يشوطها كوره ضعيفه فلوريس يصدها، هو سابه يشوط. الشوط الثاني عدل طريقه اللعب بان هو احنا طلعنا لينجلي ونزلنا كومن ورجعنا ثاني طريقه اللعب 4-2-3-1، بدا منتخب فرنسا يبقى افضل نسبيا في المباراه. شفنا هدف عالمي من بول بوجبا، شوطه بعيده المدى، كره خطيره، كره يعني كنت جاي يعني الماتش كله متعه، فحتى بالاهداف نفسها واللعب الكرات ونقل الكرات حتى توصل لهدف. هو كان ماتش ممتع حتى في سيناريوهات الماتش، ماتش ممتع. المدير الفني بتاع سويسرا بعد ما كان بيلعب كرات عرضيه راح مطلع سوبر اللي هو افضل صانع العاب او ممرر كرات حاسمه في البطوله، طلعه وبدا يعتمد على الاختراق من العمق، الاختراق من العمق خلاهم يجيبوا جولين ورا بعض. اسوأ ما في ماتش فرنسا بالنسبه لي، دي اخر نقطه بالنسبه لي عشان انا محضر حاجات كتير، بس سيبك من الحاجات الكتير، اسوأ ما في مباراه فرنسا بالنسبه لي هو كيليان امبابي. كيليان امبابي بالنسبه لي هو لاعب بوتنشال عالي قوي، من افضل اللاعبين الموجودين في العالم، ولكنه بيتعامل مع المباريات عامه بصفته المنقذ والمخلص الاوحد لفرنسا، فبيعتمد على نفسه بشكل اوفر، بيضيع على زمايله فرص عديده لتسجيل اهداف محققه، بان هو بيعتمد على الفرديات اكتر من اللعب الجماعي. فانا بالنسبه لي سبب خروج فرنسا النهارده
هو كيليان امبابي مش لاي سبب اخر. هرجع لك تاني.